السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعيده بلقياكم. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد جوج حلوات رائعين في المنظر وفي المذاق، في جوج حاجه اللي هي زوينه بزاف. غادي نحضروا رافاييلو، واحد المذاق اللي هو جديد، وحلوه ديال كاوكاو تاهي تجي بنينه. تابعوا الفيديو للاخير. غادي نبداو اول حاجه على بركه الله بالغريبه ديال رافاييلو اللي سبق وقدمتها معكم. غادي نحتاجوا لجوج بيضات، ربعه ديال الزبده، كاس ديال العنبه ديال السكر كلاسي، كاس ديال العنبه عامر يكون عامر بنشا، عندي كاس كبير انايا مستعمله 250 غرام ديال اللوز، لكن البنات طبيعه الحال اللي ما عندهمش 250 غرام كامله ممكن يديروا فقط واحد الكاس تاع اللوز محمر بالقشور ديالو ومهرمش، غير هرمشوه ما طحنوش حتى تنيلوه. عندنا جوج خمارات وعندنا الدقيق حسب الخليط، المهم غادي تهز لكم تقريبا واحد 600 غرام ديال الطحين. غادي نمشيو ما بين 550 غرام حتى 600 غرام ديال الطحين. اول حاجه غادي ناخذ الزبده، انا مستعمله زبده من اصل حيواني، ممكن اخواتي ديروا زبده مارغرين، لكن في هذا هنايا ديروا واحد الكاس ونص تاع الزيت. غادي نمشيو غادي ناخذوا ديك الزبده ونخدموها مزيان مع السكر كلاصي حتى كنحسوا بها ولات بحال الشكل ديال بوماد، ومن الاحسن الزبده تكون بحراره المطبخ ما تكونش الثلاجه باش تسهل عليكم الخدمه. غادي نخدموا الزبده مع السكر كلاصي مزيان، ثم نضيفوا كاس كبير ديال يعني كاس ديال العنبه ديال الزيت اللي هي واحد 150 حتى 160 مللتر. وهنا نقول لكم البنات واحد الحاجه، الا خدمتوا بالمارغرين ديروا كاس ونص تاع الزيت، خدمتوا بزبده من اصل حيواني ديروا كاس عامر تاع الزيت. نخلطوا الزبده مع السكر كلاصي، ثم نضيفوا هذا نضيفوا الزيت، ونضيفوا واحد جوج حبات ديال البيض، ونسمو هنايا. غادي نسم غادي تشوفوا معايا بواحد الكريمه، ممكن ديروا بخاليني، ممكن ديروا فاني، ممكن ديروا قرفه، هنا كيبقى لكم اخواتي الاختيار، كل واحد كينسم باللي بغى. هنايا انا غادي نسم بهاد الكريمه ديال زبده اللوتيس اللي كتباع هكا، يعني موجوده كريمه ديال البسكوي اللي كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، هي هادي البنات. درت منها معلقه كبيره كتعطي واحد البنه زوينه بزاف. كيف قلت لكم ممكن ديروا البرانيني، ممكن ديروا زبده الفول السوداني، ممكن تنسموا بالقرفه، المهم التنسيم تيبقى مساله اختياريه. خلطوا جميع المكونات ونضيفوا داك الكاس كبير ديال النشا. النشا كتخلي لينا الغريبه تجينا هشيشه بزاف، تجي هشيشه هاد الغريبه، ان شاء الله تجربوها تردوا عليا الاخبار. غادي نضيف دابا ربعه ديال اللوز اللي خديتها، ربعه مسحتها بالقشره، مسحت اللوز من ديك الغبره اللي كتكون في القشره، ثم درناها في الفران، درتو في الفران حتى تحمر، خرجتو خليتو مهرمش، ضروري يبقى مهرمش ما تنيلوش اللوز، باش هكا ملي تجيو تاكلوه كيجي داك اللوز مقرمش في الغريبه ديالكم. نضيفو جوج اكياس من خميره الحلويات، قبيصه تاعت الملح بطبيعه الحال، والدقيق حسب الخليط، ما ديروش بحالي انايا. البنات المبتدئات يحاولوا يدخلوا الدقيق بالتدريج، انا هي شاده العبار ديال الحلوه، يعني عارفه غتهز ليا ما بين 550 غرام حتى 600 غرام ديال الطحين، لكن الاخوات المبتدئات ديما يمشيو مع الدقيق بالتدريج شويه بشويه بشويه حتى كيحصلوا على واحد العجينه اللي ممكن يشكلوها كويرات، ما تكونش قاصحه كتفردت. الا تفردت عرفوا راكم فوتوا فيها الطحين، وفي هذه المرحله نعتقوها بشويه الزيت، لكن من الاحسن انكم تضبطوا الطحين ديالكم باش يجيكم مزيانه. صافي هنا من بعد ما كنجمعها كيف شفتوا معايا غادي نشكلها كويرات. هنا كتستوي العجينه ديالكم دائما انكم تشكلوها، يعني تلولبوها على شكل كويرات، تعرفوا بالله راه صافي خدات القياس ديالها ديال الطحين. وديما كنخشيو الاصبع ديالنا في العجينه، الا خرج الاصبع ديالنا فيه العجين فهنا نعرفوا بلي راه باقي خاصه واحد شويه ديال الطحين. صافي غادي نبدا نشكل منهم كويرات، المهم القياس ديال 20 غرام تقريبا. بغيتو تكبروا كبروا، ممكن ديروا 25 غرام، بغيتو تصغروا ديروا فيهم غير 15 غرام اولا 10 غرام، حتى هما تيمشيو هكا زوينين في البلاطو، المهم تيبقى لكم بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه. نشكلهم كويرات ونزلهم في اللاطه ديال الفران، وغادي ندوز على بركه الله نطيبهم في الفران. هنا هي هاد الغريبه هذه كطيب طياب الصابلي، يعني الفران يكون سخون من قبل، وكندخلوا الغريبه ديالنا على 170 حتى 160 درجه، خليها طيب على خاطرها، كنشعل لتحت والفوق ونديرها في الرف الوسط. انا كندخل جوج لاطات دقه واحده، انا الكياس خرج ليا جوج لاطات. صافي وغادي نخليها على عافيه مهيله حتى كتحمر، تبان ليا هي راه ما فيهاش السكر بزاف، فاش غادي يجي لونها محمر كدهب غير واحد شويه،
صافي نعرفوا القياس ديال الطياب ديالها غير من التحت، من ملي تولي مذهبه كنخرجها بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيف كتجي، هذا هو القياس ديال الطياب ديالها. البنات اللي عندهم فران ديال الغاز يسخنوا الفران مزيان، يدخلوها العافيه تكون تحت منها حتى كتكون تحمرات شويه من التحت، وهذيك الساعه تهبطوها لتحت باش تكمل الطياب ديالها. لكن اللي كنوصي عليه في الغريبه انا ماشي هي بهله غادي تشقق لنا من الفوق ولا يعني دار اخرى، هي جات مشقه لكن نقول لكم اخواتي الطياب طياب طياب جميل، حاجه قد ما طابت على المهل راح تجيكم مزيانه. من بعد ما طابت نخليها تتبرد تماما ونجيب باطا كلاصي بيضاء. انا ماشي شرط ديروا نتوما باطا كلاصي بيضاء، انا يا استعملت ممكن ديروا الشوكولاته بديل الشوكولا الابيض، مش شوكولاته ابيض وتخدموا به. علاش انا استعملت باطا كلاصي؟ لان اول حاجه كتجي بنينه وما كتجيش فيها ديك الحلاوه اللي كتكون في الشوكولاته الابيض عادي. صافي غادي ندوبها في الميكرو اوند ولا في المهم فاش كتذوبوا نتوما الشوكولاته، وناخذوا شويه ديال الكوك ونبداو ندوزوا في الشوكولاته وننزلوا في الكوك. الكوك من الاحسن ما ديروش يديكم، حاولوا انكم تغبروا غير بالباسين اللي دايرين فيها الكوك باش هكا كيبقى الشكل ديال الحلوه نقي، الكوك يبقى نقي. دابا غادي نمشيو للحلوه الثانيه. هذه هي الغريبه ديال الكاوكاو، تتجي زوينه من الغريبات القدام بزاف لكن راها كتجي زوينه بزاف. ناخذوا نص كيلو ديال الكاوكاو ندهنوه بزويته وندخلوا الفران يتحمر مزيان. ديروا اي كاوكاو عندكم ماشي شرط يكون هذا القصير، يعني اي هذا صغير، يعني اي كاوكاو عندكم ممكن تخدموا به. غادي نجيبو عاوتاني واحد الرابعه ديال الزبده وغادي نخدموها مزيان. انا هنايا راه دايره طبق، غادي تشوفوا معايا في البلاطوات كميه كثيره تبارك الله، اللي بغى يدير غير نصف المقادير يدير نصف المقادير. هذه ما فيها لا بيض لا خميره، كناخذوا ربعه الزبده نخدموها مع كاس ونص ديال الزيت. ربعه الزبده مع كاس ونص ديال الزيت، وطبيعه الحال كاين كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. ربعة الزبدة مع كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة مع كاس ونص ديال الزيت، كنخدمو هاد المكونات كلها مزيان. دابا غادي نضيفو كاوكاو من بعد ما هرمشناه، خاصو يتحمر مزيان يتهرمش، يعني ما يتنيلش، خاصو يبقى شويه يبان هكا كيف ما كتلاحظو في الصورة. غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الشكلاط اللي كيكون اللي ما بغيهمش ما يديرهمش، ممكن نزيدو شويه ديال القرفة، ممكن نزيدو شي عمسكة حرة. انا هنايا درت جوج معالق ديال الشكلاط الحلو داك اللي كنخلطو مع الحليب. صافي وغادي نبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه شويه بشويه، القياس اللي غادي تشرب ليا العجين والقياس اللي غادي نشكل به كويرات. يعني درت لكم تقريبا واحد 400 غرام ديال الطحين، راه ربعه الكيسان ديال العنبه، لكن دائما تنقولها ونعاودها شويه بشويه الدقيق ديما شويه بشويه. ما تنساوش تضيف واحد القبيصه تاعت الملحه، قلنا هذه الحلوه ما فيهاش البيض وما فيهاش الخماره. ها نتوما تشكلت دابا على شكل كويرات، غادي نديرها كويرات وغادي نحطها في لاطه الفران وغادي ندخلها الفران كما طيبنا الغريبه الاولى غنطيبو حتى الغريبه الثانيه. ديما الفران سخون وحراره اللي كتكون مهيله حتى كتحمر كيبان لنا داك الكاوكاو ولا لونو حمر، يعني حتى كتحمر لنا شويه هاد الغريبه. صافي غادي ناخذ دابا باطا كلاصي كحله اولا الشوكولاته كحله على حسب المتوفر عندكم. انا عندي باطا كلاصي هي باش خدمت، كيف قلت لكم هاد باطا كلاصي راه كتباع الكيلو عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. خذوا نص كيلو، خذوا ربعه، خذوا كيلو اللي بغيتو نتوما، وهي كتبقى بطبيعه الحال بنينه وزوينه على الشوكولاته العادي. صافي غادي نبداو ندوبو، كاينه بالشوكولاته كاينه البيضه وكاينه الكحله وكاينه اولي كاينه بالحليب، يعني الشوكولاته بالحليب كاينين ثلاثه الانواع. صافي دابا غادي نمشيو غادي نمشيو دابا من بعد ما ذوبنا الشوكولاط غادي نبداو ندوزو الغريبه ديالنا في الشوكولاط. وكديما كنقول لكم الا ما عندكمش هاد باطا كلاصي فكتخدموا بالشوكولاط عادي الكحل اللي كنصيبوا به الحلوه. غادي ناخذ واحد البلاطو غادي نفرشو بواحد البلاستيك غذائي وغادي نبدا ندوز الحلوه ديالي نسوس مزيان بديك الفرشيطه باش هكا ما كتاخذش واحد الكميه كثيره ديال الشوكولاط. صافي وغادي نزين شويه ديال انايا زينت بشويه ديال الفيتين بالنسمه ديال الفريز. نتوما ممكن اخواتي تنسموا بشويه ديال الكاوكاو مهرمش من الفوق اولا ديروها عاديه دوزوها في الشوكولاط ومن بعد ديروا ليها خطوط بالشوكولاط، اما بالشوكولاط بالحليب اولا هذا الشوكولاط نيت اللي غادي يشيط عليكم، يعني تيبقى لكم الاختيار. التزيين كتبقى مساله اختياريه، انا كيف قلت لكم زينتها بشويه ديال الفيتين اللي بالفريز ودوزت يعني دوزت عليها خطوط ديال الشوكولاط، كتجي زوينه بجوجهم كيجيو تيحمقوا تيجيو هشاش هشاش هشاش، والمذاق مختلف على الغريبات
ديال العاديين ديال الزيت والزبده والدقيق، يعني تيجيو شي حاجه اللي هي مميزه البنات، وفي نفس الوقت راهم اقتصاديين، ماشي شي كمي، ماشي ما فيهمش مواد كثيره. وكيف ممكن تجربوا فقط نصف الكميه، ممكن تجربوا فقط نصف الكميه اللي عطيتكم انايا. دابا المقادير ديال الحلوات بجوج غادي تلقاوهم في صندوق الوصف بالتفصيل الممل، سواء بالغرام الكاس ديال العنبه باش كنخدم. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر بحال ديما الا ما فهمتوش شي حاجه. مرحبا بكم في اسئلتكم في التعاليق. خليتكم راحه الى حلقه مقبله، وحول الله دمتم في رعايه الله وحده.